انا غادي كندور ندرج على هاد العامين يعني فاش بديت كنفكر فاش رجعت شويه يعني من البدايه ديال سفيان النحاس انه لا كارير ديالي فاش بديتها في واحد لو ستيل مع لو جروب اللي كان ان ستيل سبيسيال اللي اثر في اللبنانيين ديك الساعه كانوا ما كيفهموا تكلمة بالمغربيه ولكن اثرت فيهم اغنيه مغربيه ملعوبه بهذا لو ستيل اكابيلا واخا ما كانوش كيفهموا لي بارو. دونك بقيت كنقول علاش هذا اللون اللي ميزني مع المجموعه ما تاكسبلواطاش مزيان يعني من عندي في هذه العوامات كاملين درت بزاف ديال لي ستيل ديال الاغاني كانوا اغاني اللي في المستوى عجبوا الناس ولكن هذاك لو ستيل يعني ما طورتوش ما عاودش يعني بنتبه للناس ما عاودوش سمعوه الوغ كان شي حاجه مميزه اللي غيف 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 هذاك لو جروب اللي هو لاكابيلا. لاكابيلا هو الغناء بدون موسيقى يعني بترابط الاصوات يعني تناسق الاصوات اللي كيعطي واحد يعني واحد لو ستيل اغريابل في السماع وخفيف وماشي ساهل الخدمه لان ماشي اي واحد يقدر يدير هذا الهارموني ويدير لاكابيلا. دونك فكرت قلت علاش لو روتور ديالي نبدا من فاش بديت لان اول سان لعبت في حياتي وطلعت فيها سوغ سان وكان برنامج لايف كان اكس فاكتور كانت باغنيه اكابيلا. دونك بغيت الرجوع ديالي يكون بهذا لو ستيل ودايوغ مازال غادي يكونوا اعمال اخرين في هذا لو ستيل اللي هو اكابيلا. بالنسبه للطفيه اغنيه مؤخرا يعني ما بين الحوايج اللي كنت كنسمع القصايد القدام ديال الملحون ديال اللي تعاودوا مع الوقت بحال دابا اللطفيه اغنيه اللي كانت قصيده الملحون واللي غنوها من بعد جيل جلاله وناس الغيوان حتى هما داروا اون فيرسيون وعاودوها بزاف ديال الناس. دونك ما انسبيري باش نخدم عليها باش نكولي لو ستيل لاكابيلا مع اللطفيه والحاجه اللي يعني حاولت نحافظ عليها هو من يعني من تبقى الاغنيه محافظه على الـ على الـ على الروح ديالها والهويه ديالها اكزاكتوم. هذا هو ديال البالانس الصعيبه في القضيه وان شاء الله كنتمنى نكون توفقت في هذه القضيه ونخلي الناس هما اللي يحكموا يسمعوا ويحكموا في الاخر. يا لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي لطف بينا في مجرات به القدر ورحمنا يا رحمن يا قديم الاحسان لو اخذت العصيان كلنا عاصين لولا ضعف الايمان ما يجور الزمان ويولي والطغيان بالقهر الجايرين يا لطف الله الخافي. توحشت لاسين بزاف 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 يعني ما بين الحوايج اللي اثروا فيا فاش كنشوف كنت كان يعني في هاد العامين كنشوف دي كونسير كندخل كنشوف يعني ماشي غير لي كونسير اللي درت حتى ديال بزاف يعني الجو ديال لاسين لاختيست بلا لاسين يعني بحال شي حوته خرجتيها من الماء وخليتها يعني توحشنا لاسين بزاف وكنتمناو اننا يعني نتلاقاو بالناس اللي كيسمعونا لو بلو فيت بوسيبل ان شاء الله سيو سان. كاين شي مشاريع مستقبليه؟ بيان سور كاين مشاريع مستقبليه كاين كما قلت لك هذا لو ستيل اكابيلا مازال غادي يجيو اعمال اخرين يعني بهذا لو ستيل وان شاء الله غادي يكونوا مفاجات غادي يسمعوا الناس اغاني اللي تراثيه سورتو ولكن بطريقه اللي بلا كابيلا بلي زارموني وكاينين اعمال اخرين دي كومبوزيسيون اخرين اللي كانوا يعني قدام كومبوزيو وان شاء الله غادي يبانوا غادي نرجعوا ان شاء الله احسن من اللي كنا واقوى سورتو.
واللي نقدر نقول لك انه ديجا صافي بليزير و اونفان اللي الحمد لله اللي حيانا سيدي ربي ولينا كنشوفوا دي ستوديو يعني في هذا المستوى هذا. واحد الوقت راه كان يعني باش تسجل باش تلقى ستوديو باش تلقى حيت كاين ستوديو وكاين حتى لا بيرسون اللي كاينه في ستوديو اللي خصها تكون بيرسون اللي يعني كرياتيف ويعني اكاديميك وعارف شنو كدير في التوزيع وفي يعني في تو سي كونسيرن ستوديو. هذا الشيء كامل اللي قلت متوفر في سعيد اللي سعيد الفلالي اللي كنوجه له الشكر بزاف وكنبارك له على هذه التحفه الرائعه اللي كاينه في الرباط. وان شاء الله كنتمنى له ليه والاستوديو التوفيق وان شاء الله غادي تسمعوا الناس اعمال اترافير هذا الاستوديو وانكوراج لكل شيء. كلمة أخيرة كنبغي نشكر كاع الناس اللي خدموا على هاد لا شونسون واس برو استوديو اللي خدم على يعني الميكساج. كنشكر المخرج رشيد نيبو اللي يعني عطيتو الفكرة ديال الكليب وكان يعني تري باسيون معايا واخا يعني كان كيمر بظروف شوية صعيبة المرض ولكن خدم له الكليب في هذيك الظروف الصعيبة والحمد لله خرج ريزولتا زوينه وكنشكره بزاف وكنشكر المساند ديالي ويعني الماناجر مفيد السباعي على كاع المجهود اللي قايم عليه فهاد لا شونسون بور لا بروموسيون بور كلشي كيما ديما يعني شكرا بزاف مفيد. وباش ننسى لي كنشكر موقع اخبارنا اللي وعبد الاله اللي ديما مواكب الجديد ديالي ومن الناس يعني اللي الحمد لله بقاو كيما عرفتهم من النهار الاول حتى لهذا النهار هذا وبحال هاد الناس هادو اللي خصهم يعني بحال هاد الناس اللي يمكن نزيدوا بالميدان الفني ولا اي ميدان القدام. ميرسي بوكو ميرسي اخبارنا والجمهور ديالي كنقول لكم سمحوا لي على الغيبه وان شاء الله هذا الرجوع هذا يكون رجوع احسن من الاول وكنسين المسانده ديالكم ديما وشكرا بزاف. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم.